البرازيل في مسابقة كأس القارات وأثبت عن مهارات فنية وبدنية قوية. منتخب الجزائر لا أعرفه كثيرا صراحة، فاجأني ولذا أحترمه. نعم، بالإضافة إلى الجزائر التي تقع في إفريقيا، أيضا هناك خمسة منتخبات أخرى، طبعا جنوب إفريقيا المضيفة للبطولة، هناك الكامرون، هناك نيجيريا، وهناك غانا، وأيضا هناك ساحل العاج أو كوت ديفوار. هل هناك حظ أخيرا لإفريقيا؟ هل كوت ديفوار مرشح مثلا للعب الأدوار الأولى في هذه البطولة؟ المنتخبات الإفريقية منتخبات قوية بدنيا، ونحن لسنا في مستواهم من هذا الجانب، وعلينا بالتالي أن نتفوق عليهم بالسرعة الكبيرة. وكما قلت من قبل، كرة القدم تعتمد على المهارات الفنية أكثر مما تعتمد على القوة البدنية، وعليه فيجب اللجوء إلى المهارات الفنية للتفوق على المنتخبات الإفريقية التي تتمتع بقوة بدنية هائلة. عفوا، سنعود مرة أخرى إلى أبوظبي. إذن مررت بأبوظبي، شاهدت